حالة الوجود العديد من الفيروسات والأوبئة والجوائح شكله والشارة مطولة، وكل ما نرتاح من إجراءات احترازية تتعلق بفيروس معينة بيرجع بيطلع لنا فيروس جديد لحتى الكوكب كله بيقلق تجاهه. وأكيد منظمة الصحة العالمية بتعلن حالة الصحة الطوارئ خلينا نقول، ويكون مجموعة من الأمور اللي لازم نحن نعملها لحتى ننتبه ما ينتشر ويتحول الفيروس لوباء، وبالتالي صحيح. بيتحول أيضا لجائحة عالمية. صحيح، ومؤخرا يعني جدري القردة من إذا بدنا نقول الأمراض أو المشاكل يلي عم تشهد حديث مستمر عن عودة هذا الفيروس وهذا الوباء إذا بدنا نقول. واليوم الإجراءات الاحترازية لازم تأخذ بعين الاعتبار حتى موضوع الإصابات، انتقال هذا الفيروس وتفاصيل كثيرة نحكيها اليوم مع الدكتور بهجة عكروش، استشاري في طب الطوارئ اللي صار معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي بالبداية أنه كتار من المراكز الطبية، سواء كذا عم نحكي عن المركز الأوروبي أعلن حالة الطوارئ، وأيضا منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة بكل الكوكب. خلينا نحكي بالبداية عن شو هذا الفيروس، وهل فعلا إحنا لازم نخاف ونقلق تجاهه؟ طبعا هو الفيروس موجود قديم، والفيروس هو من سلسلة يعني من سلسلة عامة فيما يتعلق بفيروسات القردة الموجود، فيروسات الجدري مثل الجدري، يعني في كتير أنواع من الجدري، البقر وجدري كلها كنا نسمع فيها، فهو موجود مسبقا. لكن أحيانا تم اكتشافه 58، لكن أول ظهور له كان بال 1970 بالكونغو، كان أول اكتشاف له، مكتشف صار في لقاح بال 1980 انتهى، رجع من جديد، ظهر في أوروبا وفي إفريقيا وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا، وجد بشكل كتير كبير وأصبح فعلا جائحة وأعلنت حالة الطوارئ. تم التعامل معه بال 22، رجع يعني هو تاريخ بال 22 بأوروبا وبالأمريكتين، أصبح موجود كان وبقوة، وأيضا حالة الطوارئ أعلنت من هاتين الجهتين الأوروبية والأمريكية، ورجع هجع بال 24 أيضا، رجع ظهر من جديد، فهو موجود وبقوة وليس يعني شيء جديد إطلاقا. فيروس من الفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات، هو من الخطورة بمكان في حال كان هناك مسببات أو مساعدات لتطور هذا الحالة، وهو حالة عادية جدا في حال تم التعامل معه بشكل صحيح. تماما، يعني بتخيل دكتور هو موضوع الخوف نتيجة الإجراءات الاحترازية اللي صارت بموضوع كوفيد 19 أو كورونا، الإجراءات اللي خوفت العالم ورعبتهم، موضوع انتقال وموضوع حضانة وإلى ما هنالك. خلينا نروح لموضوع العدوى أو الأعراض الصارخة بداية اللي ممكن تظهر على الشخص في وقت لحضانة الفيروس، بعدين نشوف أعراض أو لا هي مباشرة تظهر أعراض. لا طبعا أكيد، بالنسبة للحضانة هي عبارة عن بين اليوم وال21 يوم، ممكن تكون استمراريته حوالي 2 ل 4 اسابيع، من 2 ل 4 اسابيع، يعني هي استمرارية الحالة تبعها. هلا الأعراض، لا شك الأعراض هي مثل اي أعراض فيروسية، مثل اي أعراض غريب عام، تلاقي الحرارة، الوهن، الألم الحلق، يعني الصداع، الحالة العامة، التعب، هي الأعراض العامة. لكن في أعراضين مهمين جدا بيختص فيهم جدري القردة، أو بيسموه حتى مشان ما حدا يستغرب بيسموه جدري النسناس، يعني إذا سمعنا، أو إنبوكس له اسم آخر، الفيروس إنبوكس هذا له اسم معين، يعني إذا سمعنا إنبوكس سمعنا جدري النسناس أو جدري القردة، هو نفس الحالة، نفس ما أنه والله اختلاف جينات. فلذلك العرضين المهمين جدا لجدري القردة هو البثور الجلدية، هي الطفح الجلدي اللي بيحصل، هو أول شغلة هي خاصة جدا بجدري القردة. الشيء الثاني هو تورم العقد اللمفاوية، بنلاقي العقد اللمفاوية هي بالحالات الالتهابية بتكبر، لكن بجدر القردة هي عنوان أساسي وحقيقي ليختلف عن باقي الفيروسات. إذا هن الفيروسين الطفح الجلدي، تلاقي بثور، بعدين بتصير تحبيه مي وبتبلش أول شيء على الوجه،
وفي عنا عقد تورم العقد اللمفاوي. باقي الحراره، صداع، التعب، الوهن، هي الالم، ممكن تتشابه مع هي الاعراض الامراض. طيب اليه انتقال هذا الفيروس من شخص الى شخص اخر، هل هي بتشبه طبيعه الفيروسات الاخرى؟ يعني شفنا مثلا كوفيد 19 كان في تباعد مكاني ما بين الاشخاص لحتى ما ينتقل، فخبرنا ايضا عن اليه الانتقال. لا شك للاسف انه ايه تقريبا معظم الحالات هي موجوده، تلامس الجسدي، الشذوذ الجنسي كمان كتير تنقل هاي الحاله، حتى من الفم، يعني من حتى عن طريق الاغشيه المخاطيه تنتقل بكل الطرق. وهذا يمكن السبب الاكثر تخوفا منه، انه ينتقل بكل الاتجاهات، يعني ينتقل عن طريق الهواء، ينتقل عن طريق الملامسة، عن طريق استخدام الألبسة، عن طريق الحيوانات، سرق حيوانات، أكل لحوم حيوانات مصابة، كله ممكن يؤدي إلى نقل هذا الفيروس إلى الإنسان، الإنسان للإنسان والحيوان للإنسان. فبالتالي يعني حقيقة هذا هو المشكلة في هذا الفيروس، أنه نقله يكون متعدد وبكل الاتجاهات. تماما. دكتور، كثير انتشر صور بما يتعلق بالطفح الجلدي، شكله، آلية تموضعه على جلد الإنسان أو على جسم الإنسان بشكل عام. خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع. نعم. قديش هذا الطفح هو عن جد بيخوف؟ هو بيشبه الجدري الماء يمكن اللي ممكن يتعرض له أي شخص، أو كلنا تعرضنا له بمرحلة معينة، أو لا أخطر أو خاص شوي هذا النوع؟ لا طبعا هو أكيد خاص شوي، لكن يشبه بشكل عام. يعني هو كل حكيت أول شيء قبل شوي، الحصبة، الحماق، الجدري، البقر، جدري، كله نفس الفيروس تقريبا، باختلاف ببعض الحالات المعينة تختلف شوي بينه وبين بعضه، لكن من حيث النتيجة هي واحد. البثور الجلدية بتلاقي طفح بيجي على الوجه أولا، بتلاقي طفح في حكة، في شوية ألم، ممكن تصير تعبي مي، تعمل تقرحات، هي الصفة الملازمة للحالة الجلدية. طبعا أول ما تظهر على الوجه، ويمكن أن تظهر على كل باقي الجسم مو فقط على الوجه، يعني ممكن على الإيدين، باطن القدمين، الإيدين، بالجسم، بالمنطقة الإربية، بالمنطقة العنية، بالمستقيم من الخلف، حول الفم، يعني وين في مكان ممكن أن تظهر هذه البثور. لذلك يعني هي معممة، فتتشارك مع حكي وتتشارك مع ألم وبتعبي سائل، وهذا هو اللي بدنا نحن نكون واضحين منه، أنه تعبي، بيصير في سائل عليها. أهم شغلة ما تقربوا عليها، ما نحكها، ما نلمسها، لأنه هي بتعدي وبتعدي بقوة، يعني معدية جدا جدا. فهذه البثور هي موجودة، وهي العنوان، يعني تنتهي العدوى عندما تنتهي البثور. يعني فترة وجود البثور الجلدية اللي موجودة هي فترة العدوى، بتعدي فيها، بتكون فعالة جدا، عليها لحتى ما نسهل فرص الإصابة، تماما، مشان ما نقول لا حدا يلامسها ولا نحن نلمسها ونحك إلى آخر. تمام. هلأ الشيء الحلو بأنه المدارس خلصت، فبالتالي ما بيكون هذا التزاحم الطلابي، في حال أنه نحن بدنا نحكي محليا عن هي راجعة مع الأسف، فبالتالي موضوع أنه نرجع أن يكون في كثافة عدد الطلاب بحصص دراسية، فبالتالي يسهل من عدد الإصابات. كيف ممكن الأمهات أو الآباء ينتبهوا مثلا أنه هذا الوجود، هاي البثور الموجودة على الجسم هي جدري اللي نحن عم نخاف منه اليوم، جدري القردة، ما أنا حالة مثلا جدري العادي اللي نحن نصاب فيه نحن وصغار ومنطيب بعد فترة خلص بيكون الوضع تمام ورايح؟ طبعا يعني أبدأ من النهاية، النظافة، وننتبه على أولادنا، هذا شيء مهم جدا، كان بالمدارس أو ببيوتنا، ننتبه لنظافتهم، ننتبه للتباعد، هو تعليمات عامة بغض النظر كان في فيروس أو لا. نفس الكلام كنا نحكيه يوم الكوفيد 19، أنه يا جماعة أنتوا اللي عم تطالبوا فيه، هو هذا الشيء الطبيعي لازم يكون، يعني نظافة الإيدين، التباعد، ما نزاحم، عدم التقبيل، عدم التقارب الجسدي، يعني كل هاي الأمور هي معلومات عامة يجب أن تنفذ بوجوده أو عدم وجوده. صح. هلأ بتجي حالة يعني الجدري البقر، الحمد لله لحد الآن ما عنا، لكن نقول أنه ما بيجي لعنا، ممكن يجي لعنا،
وصار في عنا عم تجي ناس من خارج القطر. صح. كان صح. قبل كان محدود. شوي محدودة، هلأ في عنا أعداد كبيرة عم تجي، فممكن يكونوا حاملين. وفي مشكلة أنه أحيانا يمكن أن يكون المصاب حامل للفيروس ومعدي وهو ما نعرفان. كتير حالات بتصير أنه إنسان ما بيعرف أنه هو مصاب، يعني في عندك مصاب لكن حامل للفيروس مو خامل، هو موجود لكن مناعة الإنسان أو مناعة الشخص قوية بحيث ما عم تظهر أي الأعراض. تمام. المشكلة فهي مشكلة، فممكن هذا يكون واحد حامل فيروس. لذلك الحالة الوقائية العامة هي مطلوبة. هلأ الأم يفترض كون الأقرب للطفل أو لابنها أنه يتحمم كذا، تابع تشوف إذا في بسور أو هيك. هلأ موضوع تفريق هذا يأتي للطبيب، لكن مجرد أنه شافت بسور يجب أن تذهب للطبيب فورا بدون نقاش. طبعا الجدريات بشكل عام موجودة خاصة عند الأطفال، الحسبة والحماق وإلى آخره، تعطي شوية تشابه، لكن اللي بيقدر يفرق هو الطبيب، وأيضا من خلال تحليل معين. مو أي يعني حتى الطبيب نفسه ما بيقدر يحدد أنه هاي البثرة هي لجدري البقر. نرجع كمان للبي سي آر كمان. لا، في عندنا في تحليل هو البوليميراز التسلسلي. هذا التحليل هو خاص بجدري البقر. هذا اللي بيكتشف جدري البقر. فلذلك وقت منشوف في عنا بثور، في عنا شيء يدل على شيء، نرجع للطبيب، مو نستنى الأم لحتى هي تشوف شو بده، وبعدين أم علي شو بتقلها ومحمد شو بتقلها وجارها شو بتقلها. بوستات الفيسبوك. نروح لعند الطبيب، والطبيب لما بيشك ضمن شيء محدد ممكن يطلب التحليل الخاص فيها. تماما. اليوم موضوع الإسعافات أو التعامل مع هاي الحالات، برأيك اليوم بعد جائحة كورونا والتجربة نحن جاهزين في حال لا قدر الله تحولت لجائحة بما يتعلق بجدري القردة، نحن جاهزين بسوريا؟ يفترض نكون جاهزين قولا واحدا، لأنه في مثل شعبي ولو أنه نحكيه، اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. طب أنا وقت بدي يكون مرق علي ومرقت علي بطريقة كتير كبيرة، يعني مرقت علينا جائحة كانت صعبة، فإذا لم نتعلم منها مشكلة، إذا ما تعلمنا منها مشكلة، سواء بالعلاقة ما بين الناس. هي اللي بدي أحكي هون دكتور هو ثقافة الناس، أو أيضا الموضوع يتعلق بأيضا إجراءات تتعلق. هلأ فيما يتعلق بالحكومة وكلياتنا أنا تابعنا حطت توصياتها وقامت بواجبها، لكن الحكومة لحالها ما بتعمل شيء. الحكومة بتقلك شيء، تحضر لك، بتقلك عمل واحد اثنين ثلاثة، بتعطيك توجيهات، تعمل لك وعي، لكن يبقى المواطن هو نفسه، الإنسان هو نفسه، هو اللي بيحمي حاله وبيحمي عائلته وبيحمي مجتمعه. عدم الاستهتار بالحالة كتير مهمة، لا سمح الله في حال صارت التباعد ضروري جدا، عدم التلامس ضروري جدا، عدم اللعب بالبثور وإلى آخره مهم جدا، التعقيم العام. التعقيم العام بس هون بين قوسين وأرجو الكل يسمعني فيها، كانت من أخطر ما يكون كان عم يصير بزمانه بأيام الكوفيد 19، الكحول ودائما والخوف شيء اللي بنشتري بنغسله كمان، يعني في شيء وصل لمرحلة الهوس المرضي وبدون فوائد. حتى بالتعامل بالأدوية يحطوا لنا وصفات فيسبوكية بنسميهم، بيحطوا مجموعة خوض 1 2 3 4 5، صارت وصفة للكل، انفقدت بالأسواق إلى آخره. لا نحتاج أكثر من بنادول سيتامول، ما بدنا أكثر من مسكن بسيط جدا. التعقيم العام يعني النظافة العامة بالمي والصابون، الشخص الطبيعي ما بدنا أكثر من هيك. ممكن مغاطس لأنه البسور ممكن تصير بالمنطقة اليوية، بالمنطقة الشرج، بالمنطقة الإرابية، ممكن المغاطس اللي فيها برمنجنات بوتاسيوم أو فيها شيء مع المي بنحطه بنعمل مغطس، ممكن، بس مو أكثر من هيك. بلا أوفر أبدا. بترجاكم، بترجى كل من يسمعني أنه ما تخافوا. أوكي لازم نكون احترازيا أخذين كل احتياطاتنا، لكن ما نأوفر بالعلاجات ونحط وأهيب حتى بالأطباء وكل الجهات الطبية أنه لا تهولوا القصة. لا شك أنه هي حالة تحتاج تركيز ووعي وتعامل صح معها،
لكن لا نهول الموضوع ويتحول المرض إلى مرض رهابي. صحيح. وهو يمكن يكون عادي. خوف الأشخاص ومنعمل بلبلة بداخل المجتمع. تمام. أكيد مع تمنياتنا بالصحة والعافية للجميع. بدنا نتشكرك الدكتور بهجت عكروش على كل هذه المعلومات، وحضرتك أيضا استشاري في طب الطوارئ، نورتنا وشكرا على كل هاي المعلومات. ونتمنى أكيد هذا الفيروس ما يتحول لوباء ويتحول لجائحة عالمية. وإن شاء الله ما بيوصل. نقدر أيضا يعني محليا نسيطر عليه أيضا. بإذن الله. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك.